مشاهدينا الكرام، في 19 نوفمبر عام 2015 تم توقيع اتفاقية ما بين مصر وروسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية. النهاردة وإحنا الحمد لله بنستعد للافتتاح بعد أقل من 4 سنوات إن شاء الله. وهل الضبعة هي مفاعل نووي فقط ولا مدينة متكاملة؟ يلا بينا نشوف. نواة، مدينة الضبعة النووية، أول منطقة سكنية متكاملة لأهالي الضبعة. مدينة نواه التي تعتبر أول مدينة سكنية على أرض الضبعة، التي يقام عليها المحطة النووية الأولى لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجاوات. تعتبر مدينة نواه مدينة سكنية متكاملة، حيث تم تحديد موقعها طبقا لمواصفات الأمن للمفاعلات النووية، حيث تضم ما يقرب من 3550 وحدة سكنية، وتعتبر المدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة أول مدرسة فنية متخصصة في الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط، والدراسة بها بنظام ال5 سنوات. ومن بين شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية أن يكون الطالب حاصلاً على 95% على الأقل في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم، وإجادة استخدام الحاسب الآلي، واجتياز الكشف الطبي، واجتياز اختبار السمات الشخصية والذكاء، واجتياز المقابلة الشخصية وكشف الهيئة بنجاح. مشروع المحطة يستخدم مفاعلات نووية من الجيل الثالث طبقاً لأحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا، ويحتوي هذا الجيل على تصميم آمن ومقاوم لخطأ المشغل أي العامل البشري، ويزيد عمر المحطة على 60 عاماً، ولها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة، فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 متر في الثانية. وتمتاز المفاعلات النووية أيضاً بالتشغيل الآمن دون أي تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة بها. كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسريب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوي على النظام التحكم الآلي الحديث. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي ارحب مره اخرى بالدكتور امجد الوكيل، رئيس هيئه المحطات النوويه لتوليد الكهرباء. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. دكتور، احنا سمعنا ان مشروع الضبعه النووي فاز بجائزه افضل مشروع، ده حصل ازاي وايه هي مواصفات المشروع علشان يفوز بهذه الجائزه؟ الحقيقه مشروع المحطه النوويه بالضبعه فاز بجائزه عالميه، وهو كان انه ثاني افضل مشروع من حيث البدء والانطلاقه، وده كان في معرض اتوم اكسبو بروسيا في عام 2019، وده كان بيعبر عن مدى التزام المالك بتحقيق جميع الالتزامات الخاصه به، وده كان في عام 2019. لكن انا عاوز اقول لحضرتك ان احنا بعدها في عام 2021 حصل فريق المشروع الاشراف على المحطه النوويه بالضبعه بجائزه الدوله، يمكن كان افضل فريق عمل، وده كان في عام 2021 حصلنا على افضل فريق عمل، وده كان حقيقه فخر كبير جدا جدا لينا. فاحنا الحقيقه كمشروع نووي حريصين جدا على ان احنا دايما نحقق الانجازات، ويمكن الحصول على ثاني افضل مشروع من حيث البدء والانطلاقه في عام 2019، ثم الحصول على افضل فريق وفريق عمل ومشروع النووي في عام 21، ثم ايضا الحصول على موقع النووي، الموقع الالكتروني الخاص بالمحطه النوويه، ده ايضا من المواقع المتميزه اللي وصلت للمراكز الخمسه على مستوى الجمهوريه ومرتين. فبالتالي احنا حريصين جدا جدا على الارتقاء باداء الهيئه وعلى الوصول الى العالميه من خلال الجوائز اللي بنحصل عليها او بنعبر فيها عن يعني عراقه المشروع النووي وعلى غيارة الدولة المصرية في هذا الاتجاه. الحقيقة مشروع الضبعة النووي هو فخر كبير قوي لكل مصري. إلى أي مدى بيعكس هذا المشروع ثقة العالم في الاقتصاد المصري؟ أنا دايما بقول إن مفيش أي دولة تستطيع إنشاء محطة نووية بيستمر إنشائها لمدة 10 سنوات وهي تعاني من أي تقلبات سياسية أو أي مشاكل اقتصادية. يعني لا يمكن أبدا لأي دولة مهتزة سياسيا أو مهترة اقتصاديا إنها تبني مشروع بيستمر إنشاء لمدة 10 سنوات. فبالتالي ده بيعطي الثقة في الدولة المصرية، الثقة في قدرتها على إنشاء مشروع نووي، الثقة في الكوادر البشرية التي ستدير هذا المشروع. ومصر هي دولة رائدة في هذا المجال، يعني نحن دولة رائدة في مجال الطاقة الذرية، ولم نكن دولة وافدة في مجال الطاقة النووية. أما في مجال الطاقة الذرية كما أوضحت إحنا دولة يعني حقيقة عريقة في هذا المجال، وبدأنا منذ عام 55، وبالتالي ده بيعكس الثقة وثقة العالم كله في قدرات الدولة المصرية على إنشاء وتنفيذ
وإدارة المشروع النووي المصري. إلى أي مدى إحنا بنعتمد على البحث العلمي وبنشجع البحث العلمي أن يكون له دور مهم جدا في مشروع الضبع النووي؟ يمكن عاوز أقول لحضرتك أن إحنا عندنا في القطاع النووي في 2 هيئة بحثية، هيئة الطاقة الذرية وهيئة بحثية، وهي كما أوضحت هي الهيئة الأم. أيضا هناك هيئة المواد النووية وهيئة بحثية. فده الحقيقة وجود المشروع النووي، وجود إنشاء المحطة النووية بالضبع، ساعد على المزيد من الأعمال البحثية في هيئة الطاقة الذرية وفي هيئة المواد النووية. أيضا شجع على البحث العلمي في الجامعات المصرية، هناك تعاون دائما ما بين الجامعات المصرية وبين هيئة الطاقة الذرية وبين الجامعات المصرية وهيئة المواد النووية. فوجود المشروع النووي أدى إلى المزيد من البحث العلمي في مجال الطاقة النووية وإلى الاهتمام، يعني هناك مزيد من الاهتمام بهذا المجال في الوقت الحالي. دايما القيادة السياسية العليا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائما على التأكيد أن مشروع الضبع النووي هو مشروع لأغراض سلمية. وإحنا النهاردة في مدينة نواة، مدينة نواة السكنية التابعة لمشروع الضبع، والحقيقة أن هذه المدينة فخامة الرئيس هو اللي أنشأها. إلى أي مدى يؤكد ده سلمية مشروع الضبع؟ احنا دايما بنقول ان البرنامج النووي المصري هو برنامج سلمي لتوليد الطاقه الكهربائيه. مصر دوله عريقه تتميز بالشفافيه، بتتميز بالتعاون، نحن منفتحين على التعاون مع جميع دول العالم. مصر دوله مؤسسه للوكاله الدوليه للطاقه الذريه، مصر تربطها علاقات وعلاقات ثنائيه واتفاقات ثنائيه مع كثير من دول العالم. نحن منفتحين على التعاون مع جميع دول العالم. نحن بنؤكد دائما على سلميه البرنامج النووي المصري. هناك ثقه في الدوله المصريه وفي شفافيه البرنامج النووي المصري، وهناك تعاون وثيق مع جميع دول العالم في هذا المجال. احنا بقى الصدى العالمي اللي وصلنا له برا عامل ازاي؟ احنا طبعا ما فيش شك ان كل خطوه بنخطوها دي بتؤكد على التقدم والتطور الذي يحدث في البرنامج النووي المصري. مع كل وحده بتدخل حيز، يعني مع كل وحده بتنتقل الى مرحله الانشاءات الكبرى، ومع كل صبه خرسانيه اولى بننتقل من دوله مخططه الى دوله منشئه طبقا لتقييم الوكاله. يعني احنا ظللنا فتره طويله جدا كدوله مخططه لانشاء محطات نوويه، ولكن مع الصبه الخرسانيه الاولى للوحده النوويه الاولى في 20 يوليو من عام 22 انتقلت مصر من دولة مخططة إلى دولة منشئة بالفعل، إنها بتعمل على إنشاء مفاعل نووي. ومع كل وحدة بيتم عمل الصبة الخرسانية الأولى لها، ده بيزيد ويعزز من مكانة الدولة المصرية وانتقالها من دولة مخططة إلى دولة منشئة لمحطة نووية بالفعل. فمفيش شك إن البرنامج النووي المصري تطور بشكل كبير جدا بدءا من عام 2014. مصر تحولت من دولة مخططة إلى دولة منشئة بعد فترة طويلة. هناك جدية في التعامل مع البرنامج النووي المصري، ويمكن أنا تم اختياري من ضمن اللجنة الاستشارية للمدير العام الوكالة. ده بيعكس مدى ثقة المجتمع الدولي في الدولة المصرية والارتقاء الذي تم لكوادرها والثقة التي توجد في الكوادر المصرية. طب اسمح لنا نطلع بفاصل ونرجع نكمل معك. تفضلي. فاصل ونعود. القدرة الحقيقية لأي أمة هي العلم والمعرفة والوعي. أمل كبير أو عايزين نحققه لينا ولشبابنا ولأحفادنا إن شاء الله. نفضل نشتغل ونبني ونعمر في بلدنا، ويجي اليوم علينا كلنا المصريين نحتفل بافتتاح هذا المشروع. وأنا متفائل جدا بالمصريين وباللي بيتم عظيمه لسه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.
اهلا بكم من جديد. اسمحوا لي مره اخرى ارحب بدكتور امجد الوكيل رئيس هيئه المحطات النوويه لتوريد الكهرباء. اهلا بحضرتك مره ثانيه. دكتور امجد، احنا دايما عندنا تخوف الحقيقه زي ما قلت حضرتك قبل الفاصل من التسرب الاشعاعي، من عدم وجود امان، لكن احنا موجودين الحقيقه في منطقه متكامله، يعني منطقه الضبع مش بس مفاعل نووي، لا في منطقه سكنيه، احنا عندنا كمان ساحل جنبنا، فايه حدود الامان اللي موجوده في هذا المفاعل؟ يعني انا عاوز اقول ان احنا الحقيقه التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها في مفاعلات النوويه بالضبع هي اعلى تكنولوجيا من الجيل الثالث المتطور او المتقدم، وده الجيل الاعلى في التصدير في العالم، يعني ده اعلى تكنولوجيا يمكن تصديرها، بتتميز بكل معاملات الامان. يمكن احنا بنتكلم على ان يمكن المفاعل النووي او المحطه النوويه بالضبع ومفاعلاتها تتحمل صدام طائره ثقيله يصل وزنها الى 400 طن، بتسير بسرعه 150 متر على الثانيه، بتتحمل تسونامي حتى 14 متر، بتتحمل يعني عجلة زلزالية حتى 3/10 من عجلة الجاذبية الأرضية، بتتحمل موجات انفجارية، بتتحمل أعاصير، أيضا مصممة ومزودة بكل وسائل الأمان، بتعتمد على وسائل الأمان التكرارية، بتعتمد على وسائل الأمان السلبية التي لا تعتمد على وجود طاقة كهربية، بتعتمد على الظواهر الطبيعية زي سريان المياه وزي الجاذبية الأرضية، فهي الحقيقة بتتميز بكل وسائل الأمان التي يمكن تخيلها. أيضا فيها مصيدة قلب المفاعل، ويمكن أنا كنت بتكلم إن إحنا بنأمل إن شاء الله في تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثالثة والوحدة الرابعة هذا العام. يعني يمكن مصيدة قلب المفاعل هي دي المصيدة دي بتبتلع المفاعل حالة حدوث حادث جسيم، اللي إحنا بنتكلم على إن احتمالية حدوثه في المفاعلات من الجيل الثالث المطور لا تزيد عن 1/10 مليون مفاعل سنة. يعني لو في 10 مليون مفاعل شغالين لمدة عام، واحد فقط ممكن يحدث فيه هذا الحادث الجسيم، وبالتالي هي يعني إحنا بنتكلم إنه أمر مستبعد تماما واحتماليته ضئيلة جدا. ومع هذا بيصمم المفاعل الخاص بالتكنولوجيا الروسية بوجود مصيدة قلب المفاعل لابتلاع المفاعل والحفاظ على البيئة المحيطة. فاحنا بنتكلم على مفاعلات هي الأكثر أمنا وأمانا في العالم في الوقت الحالي. اشمعنى حضور الرئيس يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصبة الخرسانية الأولى للمفاعل الرابع؟ هل احتفالا بقى بأن هو خلاص خلصنا وبدأنا مرحلة جديدة؟ يمكن ده كان اختيار الموعد المناسب لحضور الصين، ده كان أمر محل دراسة ما فيش شك، واخترنا أن يكون هذا مع الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة، لأن ده إزام بدخول جميع الوحدات مرحلة الإنشاءات الكبرى. يمكن الوحدة الأولى لو كنا احتفلنا كان يبقى لسه في مجموعة من الوحدات لم تدخل مرحلة الإنشاءات الكبرى، لكن مع دخول الوحدة الرابعة الوحدة الأخيرة بالنسبة لنا مرحلة الإنشاءات الكبرى، ده كان إزام بوضع حجر الأساس، كان بإزام بدخول جميع الوحدات مرحلة الإنشاء الكبرى، وبالتالي ده يعتبر يوم تاريخي وخالد في ذاكرة الأمة المصرية. إيه كواليس اليوم ده؟ لأن الحقيقة كان حدث فريد من نوعه وله صدى حتى الآن. والحقيقة كان حدث فعلا فريد من نوعه، ويمكن احنا استشعرنا فيه كعاملين في هيئة المحطات، ويمكن الشعب المصري كله استشعرنا هنا في هيئة المحطات الإحساس بالفخر بالعزة بالاعتزاز. ويمكن وانا بستأذن من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، قلت ان انا بستأذن ويعني تساورني مشاعر وتخرجني مشاعر الفخر والعزة والاعتزاز. الفخر بما حققناه على الأرض من إنجاز، ان دي الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة، سبقها 3 صبات قبل كده لثلاث وحدات. والشعور أيضا بالعزة بتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين، ثم الشعور بالاعتزاز بأن يتم هذا ليس بأيدي روسية وإنما بتعاون مصري روسي من خلال إشراف مصري وبأيادي مصرية بتعمل ليل نهار من أجل تحقيق هذا الحلم. فالحقيقة كانت مشاعر سعيدة جدا جدا، والحقيقة ده إدى انطلاقة كبيرة للمشروع وإدى فخر واعتزاز لكل العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فخامة السيد الرئيس فلاديمير بوتين رئيس دولة روسيا الاتحادية، الحضور الكريم، بعون الله وتوفيقه ورعاية القيادة السياسية للبلدين وبعد استيفاء كافة المتطلبات الرقابية والحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، أتشرف بأن أعلن على حضراتكم جميعا بكل فخر وعزة واعتزاز تمام الجاهزية والاستعداد لبدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة، وألتمس من سيادتكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين إعطاء إشارة البدء. فريقي المشروع، اتفضل يا فندم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله وبفضله وتوفيقه نبدأ أعمال الصب الخرسانات الأولى للوحدة النووية الرابعة، والله الموفق والمستعان. عاملة مصرية بتشتغل داخل المحطة يعني وفي المستقبل كمان، يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان في الوقت الحالي في عدد عمالة يصل الى 16,000، نصفهم على الاقل من المصريين. يعني بنتكلم على نصفهم على الاقل من المصريين. في المستقبل ان شاء الله كل واحدة بتطلب في حدود 1000 عامل او 1000 من الايدي العاملة، وبالتالي احنا بنتكلم على حوالي 4,000، ولكن كل فرد وكل يعني فرصة عمل مباشرة بيقابلها حتى 10 فرص عمل غير مباشر. فبالتالي أثناء مرحلة الإنشاء وأثناء مرحلة التركيب اللي استمر لمدة 10 سنوات بنتكلم على حدود 40,000، يعني بنتكلم دائما من 5 إلى 9 إلى 10 أضعاف. فإحنا بنتكلم على في حدود إلى رقم يصل إلى 40,000 من الأيدي العاملة المصرية سوف تشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إنشاء المحطة النووية. دول بقى بيتم تدريبهم إزاي وتأهيل الكوادر دي والاستعداد إن يكونوا هم المؤهلين في المستقبل؟ إحنا بنتكلم على إن المشروع النووي ده مشروع قومي، وبالتالي المشغل هو الإنسان المصري، المصين هو الإنسان المصري، المطور المستقبل إن شاء الله هو الإنسان المصري. فدائما إحنا نتحدث على أنه مشروع قومي. يتم إعداد الكوادر على أعلى مستوى. بيبدأ إعداد الكوادر من اختيار الكادر نفسه. يعني أنا قبل كده اتكلمت على أن اختيار المهندس للعمل بالمشروع النووي بيمر بمجموعة من المراحل، بدءا من استيفاء الشروط شرد الوظيفة، ثم اختبار فني تخصصي. إذا اجتاز هذا الاختبار الفني التخصصي يبقى فيه اختبار حاسب آلي، ده من خلال مدرسة الضبعة يا فندم، اختبار لغة إنجليزية، ثم اختبار المواجهة، ثم تحقق أمني، كشف طبي، يعني مجموعة، ثم دورة لمدة 6 أشهر تحت الاختبار. احنا دايما بنسعى إلى نتأكد بأن الكادر يتم اختياره بطريقة عادلة وبطريقة سليمة، وعشان الكادر ده اللي هيعتمد عليه في التشغيل. يمكن كلنا شفنا في محطة زابوريجيا في أوكرانيا المشغل بيشتغل في ظروف صعبة، في ظل حرب روسية أوكرانية، في ظل ظروف صعبة جدا وبدون أخطاء. احنا بنسعى إلى الاختيار الكادر بشكل سليم والتأكد من سماته الشخصية، عنده قدرة عالية على الثبات الانفعالي، عنده قدرة عالية على العمل تحت ضغط، مقاومة الانحراف، التعبير عن الذات، عنده قدرات خاصة، دي كلها بنبحث عنها. والسرية كمان الكادر. سرية المعلومات، يعني أنا شايفة أن في مجموعة فعلا احنا سجلنا معاهم بيحافظوا على سرية المعلومات، وده على فكرة مهم جدا داخل محطة بغاية الأهمية دي. أكيد طبعا احنا عندنا في توازن شديد ما بين سرية المعلومات والشفافية والإفصاح عن المعلومات التي يجب أن يعرفها المجتمع الدولي والمجتمع المحلي. حضرتك قلت قبل كده في تصريحات سابقة إن هدف أساسي أيضا لمحطة الضبعة النووية هو توطين التكنولوجيا، ده هيتم ازاي يا فندم؟ ما هو توطين التكنولوجيا بيتم من خلال المشاركة المصرية، من خلال نسب المشاركة التي تتصاعد تدريجيا من وحدة إلى أخرى، التي تبدأ بنسبة لا تقل عن 20%، ثم تزداد تدريجيا حتى تصل إلى نسبة لا تقل عن 35%. أحد الأهداف الرئيسية للمشروع النووي كما حضرتك أوضحتي هو توطين التكنولوجيا وإدخال صناعات جديدة والارتقاء بصناعات يعني قائمة والحفاظ على معايير الجودة، لأن هناك معايير جودة صارمة في المشروعات النووية، فده كله بيؤدي إلى الارتقاء
بالصناعة المصرية. أنا دايما بقول المشروع النووي مش مشروع فقط لإنتاج الكهرباء، وإنما هو قاطرة بتطور الصناعة، بتعمل على الارتقاء بالصناعات القائمة، بتدخل صناعات جديدة بترتقي بمعايير الجودة وبضبط وتأكيد الجودة للصناعة المصرية. طب اسمح لنا نطلع بفاصل ونرجع نكمل معك. تفضلي. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد. اسمحوا لي مرة أخرى أرحب بدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا. اختيار الكوادر داخل مدرسة الضبع يا فندم، أنا شايفة أن في حرص كبير قوي أن مش أي حد يدخل المدرسة، حرص كبير قوي أن الكوادر دي بيتم تأهيلها عشان تكون هي اللي بيعتمد عليها في المستقبل. الاختيار بيتم إزاي؟ المدرسة الفنية بالضبع دي مدرسة مدة الدراسة فيها 5 سنوات، بعد الدراسة الإعدادية الدراسة تتم باللغة الإنجليزية، هناك أيضا دراسة للغة الروسية. الحقيقة نحن نحرص على اختيار الطالب وانتقائه بنفس المقاييس التي يتم انتقاء طلبة الكليات العسكرية بها بنفس طريقة الاختبار، وهناك اهتمام جدا باختيار هؤلاء الطلبة نظرا لأهمية المدرسة في توفير الكوادر التي سوف تعمل في المشروع النووي. الحقيقة كمان الكوادر تتلقى التعليم على مستوى عالي جدا. يمكن هيئة المحطات النووية أعدت 4 مناهج باللغة الإنجليزية، بتوفر 4 مدرسين، أيضا هيئة الطاقة الزراعية بتوفر عدد من المدرسين، هيئة المواد النووية وقعنا بروتوكول تعاون مع هي وزارة التربية والتعليم، وقعنا هذا البروتوكول ما بين الهيئات النووية 4 وما بين وزارة التربية والتعليم للارتقاء بخريج هذه المدرسة. خريج هذه المدرسة بيمثل الرافد الأساسي للفنيين للعمل بالمشروع النووي، ويمكن دي أحد الدروس المستفادة. احنا يمكن شفنا للدول الاخرى وجدنا ان من الدروس المستفاده ان يكون هناك كادر فني عالي المستوى، يتحدث اللغه الانجليزيه بطلاقه، يتحدث اللغه الروسيه، لان احنا التكنولوجيا المورده لينا هي تكنولوجيا روسيه، وبالتالي من خلال الدروس المستفاده من الدول الاخرى تم تصميم وعمل هذه المدرسه. ويمكن دي احد الممارسات الجيده اللي اشارت ليها الوكاله الدوليه ارسلت لنا بعثه كبيره، ويعني سنه 2019 استمرت لمده يعني من 27 اكتوبر حتى 6 نوفمبر. البعثه دي راجعت البنيه التحتيه النوويه واشارت الى المدرسه الفنيه بالضبع كاحد الممارسات الجيده التي يجب على الدول الاخرى الاستفاده منها. المدرسه بتوفر رافد فني عالي المستوى للعمل بالمشروع النووي، وايضا المدرسه بتساعد على الارتقاء بالقبول المجتمعي. يعني احنا عندنا مرحله قبول مجتمعي في مصر الى التشجيع المجتمعي، كله بيشجع هيئه المحطات للانتهاء من المشروع ده، بيساهم فيه وبيساهم في تكوين هذا الراي العام. وجود مدرسه فنيه متقدمه بالضبع للتكنولوجيا النوويه بيساعد على الارتقاء بالقبول المجتمعي في المجتمع المحلي المحيط بالمحطه النوويه. دكتور أمجد، وإحنا موجودين النهاردة داخل منطقة الضبعة وبخلاص بيقترب الحلم إن شاء الله من التحقيق، كلمة أخيرة توجهها للمشاهد. يمكن أنا بقول للمشاهد إن إحنا بنعدكم إن إحنا سوف نعمل ليل النهار وعلى قدم وساق وبروح الفريق مع الجانب الروسي لتحقيق حلم كل المصريين والانتهاء بالمشروع النووي على أعلى مستوى وطبقا للبرنامج الزمني. بنتمنى أن نحتفل سويا في سبتمبر أو في ربع الأخير من عام 2028 بدخول أول وحدة إن شاء الله إلى الخدمة الفعلية، وأيضا بنأمل في أن نحتفل سويا في عام 2030 بانتهاء المشروع النووي ودخول كامل الوحدات وارتباطها بالشبكة الكهربائية.
مشاهدينا الكرام، معانا دلوقتي مجموعه من الشباب اللي حالفهم الحظ للعمل داخل محطه الضبعه النوويه، وده بعد الالتحاق بمدرسه الضبعه النوويه. فخلينا نتعرف على ابرز هذه النماذج. اهلا بحضرتك، اتعرف بيك. اسمي احمد عبد المنعم رياض، تقني بيئه المحطات النوويه وملتحق باداره الاي ان سي انسترومنتيشن اند كنترول. طب قول لي، انت التحقت ازاي للعمل داخل الهيئه وداخل محطه الضبعه النوويه؟ انت الاول كنت طبعا دخلت الاول مدرسه الضبعه، فقول لنا، احنا عارفين ان في مواصفات ومعايير دقيقه جدا للالتحاق بالمدرسه، ايه هي بقى؟ في الاول يعني اول التقديم كان في زي شويه شروط كده، من اهمها المجموع، كان زي تنسيق، كان طبعا اعلى من تنسيق ثانوي العام بشويه. وفي شروط طبعا في الرياضه والعلوم والانجليزي، لان لازم تكون على قدر يعني من المستوى في المواد دي. بعد كده تنسيق فتح، معظم الناس قدمت. بعد كده بيتعمل اختبار في مطروح، بتحدث الموضوع بيتعمل في كل محافظة على حسب كل واحد منين، وبتبدأ تختبر، وده بيكون أكبر اختبار بيصفي الناس في المرحلة دي. وبعد كده بنتجه للكلية الفنية العسكرية، بيتم عمل بقى كافة الاختبارات التانية، البدنية والنفسية وغيره، عشان يتأكدوا يعني ان الشخص اللي يتخرج ويلتحق بالمدرسة يكون على قدر تام من الكفء، يعني الالتحاق بالمحطة النووية. مدة الدراسة كانت قد ايه؟ مدة الدراسة 5 سنين، اول سنة بتبقى عادي مواد شاملة، بحيث تتعرف على كل قسم وعيوبه ايه ومميزاته ايه وانت هتحبه ولا لا. وبعد كده بيتم التنسيق والالتحاق بالقسم على حسب الرغبة بتاعته وعلى حسب المجموع برضه. وانت داخل المدرسة، مدرسة الضبعة، كنت مقيم فين؟ إقامة داخلية في المدرسة، موفر لنا فنادق، كل أوضة فيها 3 أو 4 طلبة مع بعض، أماكن واسعة، كل أوضة فيها حمامين، والأكل طبعا كان بيبقى في الميز المجمع في المطعم بتاع السكن نفسه. المواد الدراسية بقى اللي بتدرسها كانت عبارة عن إيه؟ في أول سنة كنت بدرس كل المواد اللي ليها علاقة بالإلكترونيات، الانتجريتد سيركت وغيره، كنت بدرس الحاجات اللي علاقة بالميكانيكا، المخرطة والمقشطة وغيره، كنت بدرس الحاجات اللي علاقة بالكهرباء، سيركت بريكرز والحاجات يعني اللي لها علاقة بده كله. بعد كده بتبدأ تتخصص، فبتبدأ تتخصص في المجال اللي أنت فيه أكتر. يعني مثلا أنا في آخر سنة كنت واخد حاجات لها، أنا ملتحق بإدارة الانسترومنتيشن والكنترول زي ما قلت لحضرتك، فكان في مادة عندي كاملة اسمها انسترومنتيشن. المادة دي كانت بتختص أكتر بالديتكتورز وتقيس الجرعات الإشعاعية إزاي والحاجات دي، فدي كانت بالنسبة لي إضافة كبيرة يعني. هي كم قسم المدرسة؟ 3، في قسم مشترك اللي هو الطاقة النووية، يعني دايما يكون في مادة تبع الطاقة النووية لكل قسم مختلف بتخدم القسم ده نفسه. وهم 3 أقسام، الإلكترونيات وكهرباء وميكانيكا، مشترك معاهم الطاقة النووية. بعد ما اتخرجت اشتغلت داخل المحطة على طول؟ بالظبط، بعد ما اتخرجت استلمت استمارات بقى التعيين والتحريات والكلام ده كله، وتم الالتحاق يعني على خير. قولي بقى، أول ما دخلت محطة الضبعة كان إيه إحساسك وإيه أول حاجة عملتها؟ والله من أهم الحاجات يعني اللي لفتت فيها المدرسة والمحطة، إن أنا لما أجي أسمع كلمة نووي ما يوقعش في ذهني زي اللي بيقع في معظم الناس. يعني أنا في الأول كنت بسمع كلمة نووي كنت بقلق جدا، يجي في بالي بقى هيروشيما وناجازاكي وحرب ومش عارف إيه. بعد ما اتعلمت ودرست اكتشفت إن الطاقة النووية نفسها قيمة اقتصادية كبيرة جدا ممكن استفيد فيها، وخصوصا على مجال الكهرباء. أول ما دخلت أكتر حاجة بجانب الإضافة العلمية والعملية اللي اكتسبتها، روح التعاون ما بين اعضاء الفريق، بجد يعني حاجه جميله جدا، وخصوصا في الاداره بتاعتي. يعني انا مبسوط جدا ان انا التحقت بيها، عشان بادئين كمان مع بعض فانتوا بتكبروا سوا. ويعني احنا مع بعض دلوقتي زينا اخوات، انا بقضي الوقت مع زمايلي في الشغل اكتر ما بقضي في البيت على حسب الارضيه والاجازه يعني. اهلك بقى موجودين فين؟ اهلي موجودين، انا محافظه البحيره، فهم في البيت عادي في البحيره، فبنزل كل ورديه. كل ورديه 9 و5 بنزل البيت اجازه. نصيحه بقى تديها لكل شاب عايز يلتحق بالمدرسه؟ هو اهم حاجه ان هو يشد حيله كده ويقرا عن مجال الطاقه النوويه اكتر قبل ما يدخل، عشان ما يكونش يعني الناس تلعب في دماغه او يجي في باله الحوادث ده، ويجتهد في 3 مواد، رياضه وعلوم وانجليزي، وخصوصا برضو في الاي كيو، اسئله الاي كيو بيتسال فيها كتير في الامتحان، ويهتم طبعا بالجانب الصحي والنفسي والحاجات دي. بشكرك وبتمنى لك مزيد من التوفيق. شكرا. إن شاء الله. شكرا. مكملين مع حضراتكم لقاءات من العاملين داخل محطة الضبعة النووية وقسم آخر وهو قسم الكهرباء. تعرف بيك؟ معاك محمود صلاح محمد من الجيزة. أهلا بيك يا محمود، أنت قسم إيه؟ قسم كهرباء. طيب قولي، إزاي برضو التحقت بمدرسة الضبعة؟ أنا في البداية جدا اتخرجت من 3 إعدادي، كنت الحمد لله من المتفوقين اللي جايبين مجاميع عالية. لمحت الإعلان بتاع المدرسة دي على النت،
فقلت ان هي فرصه كويسه جدا، حياه جديده اجربها ومجال جديد. والحقيقه اهلي شجعوني برضو على الموضوع ده وكانوا دايما داعم ليا في موضوع الالتحاق بتاع المدرسه. وقدمت الحمد لله ودخلت الاختبارات، كان ما شاء الله كان في اختبارات كتير عشان يصفوا ناس معينه هم دول اللي هيكملوا ان شاء الله في المدرسه. كان منها اختبارات بدنيه، اختبارات نفسيه، كشف طبي، كان في اختبارات كتير جدا. بس الحمد لله قدرت ان اعدي الاختبارات دي. قسم الكهرباء بقى ايه اللي بيدرسوه تحديدا؟ في كلاسيك كنترول، في كهرباء باور بمعنى اصح، في اجزاء تانيه لها علاقه بالطاقه النوويه، بحيث ان هو بيشرح لي المعده المعينه دي لو حصل فيها عطل، حصل فيها زي ان انا اعمل لها صيانه، بس دي بتبقى خاصه بالمحطات النوويه بشكل ادق. زائد ان في مواد مخصصه بتتكلم عن الطاقه النوويه، عن الانشطار، الذره تكوينها ايه، في حاجات متشعبه جدا بس كلها خاصه بالطاقه النوويه. انت شايف دورك ايه في هذا المكان، وشايف انت ممكن تعمل ايه في المستقبل، وحاسس انك المفروض هل تتدرب اكتر، تسافر، يعني ايه اللي انت محتاج تتعلمه اكتر؟ الحقيقه ان الهيئه هنا موفره لنا كل حاجه، بحيث ان انا باذن الله لما المحطه تشتغل اكون فاهم المحطه دي ازاي اتبنت اصلا. احنا الدفعه الاولى كان حظنا كويس شويه ان احنا نحضر المحطه من نقطه الصفر، من نقطه البدايه، من اول صبه انا مشارك فيها، انا عارف الخرسانه دي اتعملت في الحته الفلانيه عشان كذا، المعده دي والله هتتحط بالشكل الفلاني ده عشان كذا. فاحنا الدفعه الاولى كان لنا حظ كبير جدا، بدل ما انا هبدا اشتغل على طول على المحطه، لا انا هبداها من نقطه الصفر، بكبر معاها واحده بواحده. فده شيء عظيم جدا، والهيئه موفره لنا البيئه الكافيه ان انا اقدر اشتغل بكل سنة. التعامل بقى بينكم وبين الجانب الروسي عامل ازاي؟ والله بيبقى في كورسات بناخدها عشان نطور شويه من اللغه الروسيه، زائد ان الجانب الروسي معظم تعامله معانا بيكون باللغه الانجليزيه. فاحنا ما قابلتناش مشكله في التواصل ما بينهم. التدريبات بتتم ازاي؟ الهيئه بتدربنا في مراكز تدريب معينه، في تدريبات داخل مصر وفي تدريبات بره مصر. انا شايفه ان في سريه في معظم المعلومات ده لازم دي حاجه احنا اتربينا عليها هنا في الهيئه. كل معلومه هنا جوه المحطه بيبقى ليها قيمتها، ليها انا لو طلعتها بره هو اكيد هيكون ليها فايده برضه. الشخص اللي المعلومه دي هتوصل له هيكون ليه غرض منها برضه. عندك كم سنه؟ 22 سنه. 22 سنه، بجد انا فخوره بيك، ربنا يوفقك واشوف كل المصريين ناجحين زيك. الله يخليك. بالتوفيق يا رب. ان شاء الله. لسه مكملين مع حضراتكم لقاءات اخرى برضو من خريجي مدرسه الضبعه اللي بيشتغلوا واللي لهم الحظ واللي حليفهم الحظ في العمل هنا داخل محطه الضبعه النوويه. لسه مكملين مع حضراتكم لقاءات مع خريج مدرسه الضبعه النوويه. نتعرف بيك. احمد محمد الكوم، قسم الالكترونيات. قسم الالكترونيات. طيب قول لي انت التحقت يا احمد ازاي بمدرسه الضبعه؟ شفت الاعلان بتاع مدرسه الضبعه وشفت ان هو مجال جديد وهيساعد في تطوير مشروع جديد قومي للبلد، وحبيت. شفته امتى؟ يعني انت اول ما خلصت ثانوي الاعداديه قلت انا عايز ادخل حاجه جديده، ولا انت شفته بالصدفه، ولا كنت بتكلم مع اصحابك؟ يعني ايه اللي حصل؟ يعني برضو مش كل الناس تاخد بالها على فكره من الاعلان. لا انا كنت وانا في ثالثه اعدادي كنت شفت الاعلان، وطبعا ان انا من اهل مطروح، فان انا كان عندي فرصه اكتر ان انا اعرف ان في مشروع في مدرسه بتتم في الضبعه. يعني عندك معلومه مسبقه. فبدات اجتهد على نفسي وبدات ان انا يكون ده حلم بالنسبه لي ان انا اقدم في المدرسه وان انا اكون من الكيان اللي بينشا دلوقتي. حلو قوي، اجتهدت واشتغلت على نفسك. انت كنت عارف ان في مواصفات ومعايير معينه؟ طبعا مدرسه بالنظام ده وبالكيان ده وانها تاهل عاملين في هيئه المحطات النوويه اكيد ان هي عايزه مواصفات خاصه. طيب انت لما دخلت بقى ايه الاختبارات اللي واجهتك؟ الاول مرينا على اختبار ذكاء، وبعد ذلك تم تصفيتنا من 1800 شخص ل 800، وبعد كده التحقنا بالفنيه العسكريه وخدنا كذا اختبار فيها، وبعد ذلك قم بالاعلان عن الكشف النهائي لينا. اللي هو ايه؟
تم ان هو تم ارسال رساله نصيه لينا ان انا تم قبولي في مدرسه الضبعه النوويه وان انا اكون متواجد في مكان والزمن المعين اللي انا التحق بيه في المدرسه. طب اشمعنى قسم الالكترونيات؟ ان هو مجال كبير وان انا شخصيا بحب البرمجه وبحب ان انا اجتهد فيها وان انا ابحث عنها واطور من نفسي فيها. دورك ايه داخل المحطه النوويه؟ دوري ان انا اكون بشرف على الاجهزه الالكترونيه النوويه وان انا اتعرف عليها اكتر وان انا افهم فيها بحيث ان انا اكون فاهم كل جزء الكتروني في المحطه. هل في تدريبات متواصله بتتم للخريجين؟ طبعا الهيئه بتحاول ان هي دايما تعمل على تطويرنا وان هي ما تقفش عند ليفل معين لينا وان احنا تطلع كل الطاقه بتاعتنا في العلم وان احنا نكون فاهمين اكتر. طيب انا عايز ارجع لاختبارات الذكاء، بتبقى عباره عن ايه؟ هي عباره عن اختبار اي كيو بيكون بيعتمد على سرعه البديهه وانك معلومات عامه وتكون برضو في نسبه السن اللي انت فيه، فهو بيحاول يلعب على الجزئيه دي علشان يبقى عندك القدره على التنبؤ المستقبلي، ما يحصلش اي مشاكل مستقبليه انت تلحقها على طول. هو برضو اختبار ذكاء بيكون في جزء من الضغط انك انت محتاج انك انت تفكر في اجابه سؤال في زمن معين، فانت عليك ضغط، لازم تكون عندك سرعه بديهه وعندك سرعه تصرف وازاي تعرف تفكر في وقت صغير. ده فادك ايه بقى لما اشتغلت؟ ده هتخليني ان انا كنت تحت مسؤوليه ان انا اقدر اتصرف في اي وقت في اي زمن معين تحت اي اجراء في بسرعه وان انا يعني ما يحصليش خلل او اي حاجه في التفكير. تنصح اي شاب عايز يدخل مدرسه الضبعه بايه؟ ان هو يجتهد على نفسه ويشتغل اكتر لانه هيبقى جزء من كيان كبير ومشروع قومي هيساعد البلد. انت حاسس انك فخور بنفسك ان انت جزء من محطه الضبعه النوويه؟ طبعا هو مشروع قومي وهيساعد البلد في التطوير وهيكون جزء كبير قوي في تقدم البلد ان شاء الله. بشكرك وبتمنى لك التوفيق. مشاهدينا الكرام، ومن داخل مدينة نواية السكنية بمنطقة الضبعة والخاصة بالعاملين بمحطة الضبعة النووية كان لنا هذا اللقاء مع إحدى الأسر هناك. أهلا بك، نتعرف بك. أهلا بحضرتك، نور الدين، أخصائي إدارة العلاقات العامة مركز المعلومات العامة وتوعية الجماهير. احكي لنا بقى، أنت بقالك قد إيه هنا في داخل المدينة؟ أنا هنا في المدينة حوالي سنتين، وكان لي الشرف اللي أنا التحقت بالهيئة من حوالي 5 سنين. مشروع عظيم، يعني سعدت جدا ان انا التحقت بيه، واتمنى ان انا احقق الدور المطلوب مني على اكمل وجه. انت في مع بدايه انشاء المحطه بدات العمل فيه؟ دي حقيقه، يعني نقدر نقول مع البدايه او نقدر نقول بعد شهور قليله من بدايه انطلاق المشروع النووي المصري. وبدات بعد كده توفير السكن الخاص بالاسر. دي حقيقه، بمجرد ما انتقلنا هنا للضبعه والعمل بالضبعه توفرت لي شقه انا واسرتي، وهم يعني على طول رحبوا اللي هم ينتقلوا معايا في مدينه الضبعه، وادينا اهو في الضبعه حوالي سنتين كده ان شاء الله. طبيعه تعاملك داخل المحطه ايه؟ حضرتك قلت اخصائي، بس يعني بتتعاون مع مين؟ بتكلم مين؟ الاحتكاك مع مين؟ احنا في مركز المعلومات العامه وتوعيه الجماهير بيكون هدفنا الاول اللي احنا ننشر معلومات كتيره عن المحطه النوويه، أهدافها إيه، العائد اللي هيجي لنا منها إن شاء الله. بنحاول نتوصل للرأي العام، نوصل لهم معلومات كتيرة عن معلومات حقيقية أبرز الأسئلة اللي بتدور في الشارع. يعني بالضبط كده، بالضبط. الجانب المسؤول عن توعية الجماهير، بنحاول إن احنا نتواجد معهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بنتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، بنديلهم نقدر نقول الأخبار الحقيقية، آخر الفعاليات اللي بتحصل، الإنجازات اللي احنا بنقوم بيها في الموقع، كل ما هو يخص الشارع المصري. اللي عايز يهتم ويعرف المشروع النووي بيقدر يستقيم مننا كمركز معلومات وتوعية الجماهير عشان يوصل للمعلومة الحقيقية إن شاء الله. آخر بقى معلومة وصلتها إيه، أو آخر سؤال وكان تواصلت آخر إيه؟ يعني هو بصراحة يعني إحنا عندنا المعلومات كلها يعني مركز المعلومات، فآخر معلومة توصلنا لها أو وصلنا ليها فعالية تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء، ده كده كان آخر فعالية تمت في الموقع. وأكتر سؤال الناس بتسأله؟
أكتر سؤال دايما بيخص مستوى الأمان. هل المحطة هتتبع مستوى الأمان؟ وده هو اللي بيخص الشارع المصري كتير. يمكن تفضل قادة المسؤولين عن تنفيذ المشروع أكتر من مرة تفضلوا اللي هم يوضحوا نقطة الأمان، وإن إحنا المفاعل بتاعنا من الجيل الثالث المطور اللي بيتبع أحدث تقنيات الأمان، سواء في مرحلة الإنشاء أو إن شاء الله في مرحلة التشغيل أو إعادة الوقود وهكذا. بدلت إن إحنا عندنا منطقة سكنية جنب المحطة ومفيش أي مشاكل، يعني منطقة سكنية ولو بصينا جنب المحطة هلاقي الثروة السمكية على سبيل المثال في البحر ما تضررتش تماما، ولا ان شاء الله تتضرر سواء من مرحله الانشاء او فيما بعد ان شاء الله. بشكركم وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. ميرسي. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقة خاصة جدا من منطقة الضبعة النووية. لكم تحياتي، أنا رانيا هاشم، وإلى اللقاء.